السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، ومكملين معاكم في وول سبورتس. ويعني اتكلمنا على الكرة الذهبية قبل ما نروح لفاصل، وهنرجع وهنتكلم عليها بالتفصيل، وهنتكلم على الجوائز، وهنتكلم أيضا على معايير الاختيارات وكل ما يخص الكرة الذهبية. لكن سريعا هنروح للصحف العالمية علشان نتابع ما هو جديد في الصحف العالمية واللي أصدرت صباح اليوم. وهنروح ونبدأ من إنجلترا ونروح للجارديان ونشوف بتقول ايه. الجارديان الانجليزية طبعا بتتكلم على تصريحات فرانكي ديونج نجم اياكس، وان هو قال اريد ان انهي الموسم بشكل جيد مع الفريق الهولندي وبعدها سنرى ما سيحدث. واضافت الصحيفة ان جو جوميز لاعب ليفربول هيغيب عن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع بسبب كسر في القدم. نروح للميرور، والميرور بتتكلم على ستوريج المخادع، تصريح قوي من فان دايك ضد مهاجم ليفربول ويتهمه بادعاء التمثيل. واضافت الصحيفه طبعا ان ملعب ويمبلي الفارغ لم يعد جيدا بعد الان. ديلي اكسبريس الانجليزيه، ادعاء التمثيل لستوريج يغضب مدرب بيرنلي، الاخطاء القويه افضل من التحايل بالسقوط. وتابعت داني روز لاعب توتنهام يقول لا يمكننا الانتظار لمغادرة ملعب ويمبلي. ديلي ستار الإنجليزية، غش شون دايك يهاجم ستوريج الغواص. ونوهت الصحيفة داني روز يفتقد المنزل، المنزل هو ملعب توتنهام ملعب ويمبلي طبعا. نروح لإيطاليا نشوف الكلام على الديربي أو المباراة المرتقبة ما بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، هي موقعة مرتقبة بكل المقاييس. الجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، يوفنتوس وإنتر ميلان الظواهر، لقاء مميز، إيكاردي وشركائه ضد الفضائيين بقيادة كريستيانو رونالدو، أليجري يفكر في دوري أبطال أوروبا، وسباليتي يطلق النار. ونقلت الصحيفة تصريحات للبييرو قائلا السيدة العجوز تفوز متى تريد. والظاهرة رونالدو يصرح أنا وكريستيانو نتحد في الأهداف وليس في كرة القدم. كوريري ديلو سبورت الإيطالية، الليلة يوفنتوس وإنتر ميلان السوبر كلاسيكو الخاص بإيطاليا، وجها لوجه رونالدو وإيكاردي الاشتباك الأكثر إثارة. وأضافت أليجري يحاول خفض التوتر ويقول مباراتنا ضد يانج بويز أكثر أهمية، وأسباليتي يصرح إن يوفنتوس ليس مجرد رونالدو فقط. طبعا ساري الأزمة الأولى أنه يسير بشكل أسوأ من كونتي، ده بالنسبة لساري مع تشيلسي. وبوكا جونيورز في مدريد وكارلوس تيفيز غضب. توتو سبورت الإيطالية، يوفنتوس وإنتر الليلة الصدام المرتقب، وألكساندرو يوافق على تجديد عقده حتى 2023. نروح لأسبانيا والصحف الأسبانية، نروح نبدأ بماركا ونشوف أبرز العناوين. إسكو وأسنسيو يكسبان النقاط، وجونيور يهز الشباك مع الملكي. وتابعت الصحيفة إسكو وأسنسيو يوقعان على الثنائية أمام ميليريا في الكاس، ورودريجو حضر اللقاء من المدرجات. وأوضحت أن المفاوضات بين ريال مدريد وإسبانيول بشأن المدافع ماريو تجمدت في الفترة الحالية. وطبعا السلطات الأسبانية تحذيرات وكلام على مباراة بوكا جونيورز اللي هتقام في أسبانيا، وكان كلام لقائد ألتراس بوكا جونيورز علشان يتم تحذيره ويقولوا له اللي حصل في الأرجنتين لا يمكن أن يحدث في أسبانيا. موندو ديبورتيفو الأسبانية، خطة تريكي، وأضافت جوهرة أكاديمية لاماسيل لديه 19 عام ويملك الكثير من الموهبة والرؤية داخل الملعب، لكنه الآن سيعمل على الجانب البدني. نروح لسبورت الكتالونية، فالفيردي يريد صفقة جديدة. المدرب يرى أن الفريق الكتالوني يحتاج لصفقة في يناير، ويتفاوض بالفعل مع 4 لاعبين شباب، والتعاقد سيكون 6 شهور فقط. نقلت الصحيفة تصريحات دينيس سواريز لاعب برشلونة الذي أعرب عن عدم سعادته في الوقت الحالي بسبب قلة مشاركاته. وكلام أيضا عن ريكي اللي قال أحاول اللعب في الكامب نو مثلما لعبت في ملعب ريديف برشلونة. نروح لسوبر ديبورتي الأسبانية، بداية جديدة للنهائي فالنسيا ولقاء مرتقب أمام أشبيلية بكرة، ويسعى رودريجو للظهور بمستوى جيد كما يسير جوديس على خطة علاج جديدة.
جريدة الأس كان الأفضل في مباراة أعجبت الجماهير، وأسنسيو وإسكو يبحثان عن فرصة أخرى. ريال مدريد بيفوز بنتيجة 6-1، وسولاري أنا سعيد من أجل النتيجة، وليفينيسيوس جونيور واللاعبين الشباب ليفر بليت أمام بوكا جونيورز يوم الأحد 9:30 بتوقيت القاهرة. وروجيريا الأرجنتين ليست ما رأيناه على ملعب مونيمنتال، وأعتقد أنه من الغريب أن تقام المباراة في مدريد، إنها عقوبة كبيرة للغاية. نروح لفرنسا، صحيفة ليكيب: مارسيليا يقع في الفخ ومدربه رودري غارسيا لا يجد الحلول، وطبعا تأجيل عدة مباريات بالجولة 17 من الدوري على خلفية الأحداث اللي بتقام في فرنسا. نروح لبروفانس الفرنسية: رودي غارسيا يواجه أزمة في مارسيليا. رودي غارسيا المدير الفني السابق لفريق روما، أكيد كلنا عارفينه، هو مدرب واعد لكن انتقاله للدوري الفرنسي خطوة ليست بالجيدة. نيس ماتان الفرنسية تحدثت عن تأجيل مباراة فريق نيس مع موناكو أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. نروح للصحف الألمانية، الصحف الأكثر مصداقية من وجهة نظري لفوسبول بيلد الألمانية: ليفاندوفسكي الآن نحاول صيد بروسيا دورتموند، في إشارة إلى مطرف الفريق بافاري لأسود الفستيفال. عقد جديد لفيرنر، حيث يستعد نادي لايبزيغ إلى تمديد عقد مهاجمه الألماني. وأخيرا باز الألمانية: تيديسكو يقسم على الديربي، في إشارة إلى تصريحات دومينيكو تيديسكو مدرب شالكا وثقة في حظوظ فريقه خلال مواجهة بروسيا دورتموند. خلصنا الصحف ونرجع ليكم تاني، ونبدأ بقى معاكم في الكرة العالمية أو الكرة الذهبية واختيار البالون دور 2018. زي ما قلت لحضراتكم، احنا عندنا كذا معيار من وجهة نظري محتاج ان احنا نفهم ازاي بيتم اختيار افضل لاعب في العالم. لوكا مودريتش تم اختياره في 3 جوائز متتالية في عام 2018. اول جائزة هو افضل لاعب من قبل الفيفا، ثانيا افضل لاعب في اوروبا، وثالثا افضل لاعب من الفرنس فوتبول البالون دور. في كلام كتير بيتقال زي ما حضراتكم سامعين ان دور الانديه ودور رؤساء الانديه بيكون حاسب بعض الشيء في بعض القرارات، وفي كلام بيتقال ان ايضا اشمعنى مودريتش بالمعايير اللي تم اختياره عليها، سواء مع فريقه وفوزه بدوري الابطال او وصيف بلاده مع كرواتيا في بطوله كاس العالم 2018، وان في اكتر من نجم حقق نفس الانجاز، وممكن يكون كمان انجاز اقوى زي ما انطوان جريزمان قلت لحضراتكم انه حصل على بطوله كاس العالم، وحصل على اليوروبا ليج مع اتلتيكو مدريد، وحصل ايضا على السوبر الاوروبي امام ريال مدريد، وحصل على افضل لاعب في اوروبا مع فريق اتلتيكو، لكنه في الاخر حصل على المركز الثالث. كمان رونالدو اللي تالق مع ريال مدريد الموسم الماضي وحصل على دوري الابطال، ممكن يكون في كاس العالم لم يوفق مع منتخب بلاده لكنه ادى بشكل جيد جدا، حتى بدايته مع يوفنتوس الموسم الحالي بيحطم كل الارقام القياسيه. كمان ريبيري في 2013 مع المنتخب الالماني ومع بايرن ميونخ على الصعيد الاوروبي، كمان بنتكلم على ديماريا في 2014 لما حصل على الوصيف في بطوله كاس العالم، وحصل ايضا على دوري الابطال مع ريال. كلام كتير جدا، عندنا تشافي، عندنا انيستا في 2010، يعني احنا بنتكلم على ان اخر لاعب حصل على كرة ذهبية هو كان ريكاردو كاكا في 2007، بعديها من 2008 ل 2018 10 سنين احتقار ما بين ميسي وما بين رونالدو، علشان يعني هم شايفين كده، يعني القائمين على كرة القدم شايفين ان جه الوقت ان حقبة رونالدو وميسي تنتهي ويأتي لاعب اخر زي لوكا مودريتش يحقق الانجاز. طبعا لوكا مودريتش لا يمكن هيحقق الانجازات اللي حققها الموسم الحالي ده لو كمان كمل في مع ريال مدريد الموسم القادم، لكن انا اعتقد وانا شايف ان ممكن يكون في بعض الاستغناءات اللي هتكون على الفريق الملكي لنهاية الموسم الحالي. عندنا معدل اعمار في السن عالي، عندنا توني كروس، عندنا لوكا مودريتش، عندنا لعيبه ممكن كريم بنزيما دخل في الثلاثينات عنده 31 سنه، وبالتالي احنا بنتكلم على اعمار ومعدلات اعمار لابد ان يتم تعديلها من فريق ريال مدريد بنهايه الموسم الحالي، وهنشوف هل ريال مدريد هيتعاقد مع لعيبه في موسم الانتقالات الشتويه القادم اللي هيكون بعد ايام، ولا هيصبر لنهايه الموسم ويبدا في شهرين انتقالات صيفيه براحته ويبدا ان هو يدعم الفريق لو سولاري كمل بنفس المستوى اللي مكمل عليه مع فريق ريال. هنروح لاول فيديو موجود معانا خاص بالكره الذهبيه، وهو الفيديو الخاص بكيفيه التصويت على الكره الذهبيه. فيديو هيشرح لحضراتكم ازاي مجله فرانس فوتبول بتختار المعايير، المعايير اللي احنا كلنا بنتكلم عليها، المعايير اللي احنا عايزين نفهم كمشاهدين كره قدم ازاي
بيتم التصويت على اختيار لاعب، وهل في نقاط او عدد من النقاط اللي بيتم منحها للاعب على كل بطوله بيحققها او على كل لقب فردي بيحققه او على كل لقب جماعي، ولا هو الموضوع بالحب والكره؟ هل هو الموضوع علشان انا من البرتغال فاختار رونالدو، ولا علشان خاطر انا من كرواتيا فاختار مودريتش، ولا الموضوع ايه بالظبط؟ كان في صحفي من ترينداد وتوباجو اتكلم وقال وصرح وكتب على تويتر الخاص بيه انه في حق ان هو صوت بنظام وبترتيب معين في البالون دور 1 2 3 4 5، واكتشف ان اللعيبه اللي تم التصويت ليهم هم لعيبه مختلفين تماما عن اللي تم اختياره. يعني هو ادلى بصوته للعيبه معينين، جه لقى لما اختياراته اللي فرانس فوتبول وضعتها اختيارات خاطئه، لما هو اختار من قبل اللعيبه المرشحه لجائزه البالون دور. هنروح لاول فيديو ونشوف ازاي بيتم التصويت على الكره الذهبيه. ده كان معيار الاختيار لجائزه افضل لاعب في العالم، وهي عن طريق عدد النقاط. صاحب المركز الاول بيحصل على 5 نقاط، والثالث والثاني 3 نقاط، والاخير هو صاحب اقل عدد من النقط، ويبداوا ان هم يجمعوا عدد النقاط ويشوفوا مين اكثر لاعب هيحصل على عدد من النقاط. مودريتش هو افضل لاعب في العالم من قبل الفرنس فوتبول وجائزه البالون دور اللي اقيمت في فرنسا، ضمن يعني مع الاحداث السياسيه الرهيبه اللي بتحصل في الشارع الفرنسي، لان فرنسا ابت ان تخرج بالشكل المعروف عنها وهو النظام، وهو دايما الشياكه والاناقه حتى في تسليم جائزه الافضل في العالم. هنشوف ونتابع تتويج مودريتش بجائزة البالون دور 2018 ورد فعله، اللي كان طبعا يعني واضح عليه ان هو كان يعني بيختتم حياته الكروية او بيختتم الطفرة اللي وصل لها مع منتخب بلاده مع ريال مدريد بثالث جائزة ليه عالمية في 2018، ونرجع نكمل مع حضراتكم.